قال فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي في خطبة الجمعة إن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله سيبقى حاضرا في قلوب جميع أهل البحرين وسيبقى رمزا وطنيا خالدا، مضيفا أنه كان رحمه الله له الأثر الكبير في جميع المجالات بمملكة البحرين. فكيف إذا غيب الموت أميرا وقائدا ورمزا لبلد؟ لقد رزئت هذه البلاد مملكة البحرين يوم أمس بوفاة رئيس وزرائها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحم الله منه الجسد والروح، وأقال الله عثاره، وأعلى في الجنة مقامه، وتغمده بواسع عفوه، وسكب عليه من فيوض رحماته، وأخلف الله على بلادنا وقيادتنا وأهله وأولاده وأنجاله والمسلمين خيرا. فقد كان رحمه الله رمزا وقائدا ملهما ومحنكا، ورجلا متواضعا ومتواصلا مع جميع الناس، ذا مبادئ ومواقف صلبة وقت الشدائد، وكان أبا وأخا وصديقا لكل أهل البحرين. كرس حياته من أجل خدمة ونهضة ورفعة وطنه بمعية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى وولي عهده الأمين سلمان بن حمد حفظهم الله ورعاهم، وكان له الأثر الكبير في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والإنسانية، بل ووصلت هذه الآثار إلى جميع أنحاء العالم، وسوف تبقى وقفاته وأعماله وبذله وتضحياته وعطاؤه وإنجازاته سوف تبقى حاضرة في قلوب جميع أهل البحرين، وسيبقى خليفة رمزاً وطنياً خالداً لهذا الوطن العزيز. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا خليفة لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حق علينا عباد الله أن ندعو له ونكثر، فقد كان كثيراً ما يسأل شعبه الدعوات ويأمل منهم أن يسألوا الله له العافية والرحمات. ونعزي في هذا المقام جلالة الملك حمد بن عيسى وولي عهده وأولاد الفقيد وذويه وأنجاله والأسرة المالكة وشعب البحرين، نعزيهم بهذا المصاب الجلل، ونقول عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم، وتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، وأدخله فسيح جنانه، وجزاه الله خيراً على ما قدمه لوطنه ومواطنيه وأمته، وألهم الجميع الصبر والسلوان. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر لسمو الأمير خليفة بن سلمان. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور، وجازه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى علو درجاتك سابقا. اللهم نور قبره وآنس وحشته وارحم غربته ونفس كربته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تغفر وترحم لوالدنا الشيخ خليفة بن سلمان يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اغفر لعبدك خليفة ابن سلمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بماء وثلج وبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم مد له في قبره مد بصره من النعيم المقيم، اللهم افرشه له من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آنس وحشته في قبره بعمله الصالح وبخباياه عندك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنه قد ودع هذه الدنيا ونزل في منزلك وأنت خير المنزلين، اللهم فأكرم نزله، اللهم أكرم نزله وأحسن وفادته، اللهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، إن أحدنا إذا نزل ببابه ضيف أكرمه وأنت رب العالمين وأكرم الأكرمين، فأكرمه بكرمك يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نحسبه وأنت حسيبه ولا نزكي عليك أحدا أنه كان من المؤمنين الصالحين في هذه الدنيا وأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم فاغفر له بها، اللهم فاغفر له بها، اللهم وأنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعله ممن صبر على البلاء فلم يجزع وجازه يا ربنا أجر الصابرين بغير حساب، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم اجعله ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين، اللهم اجعله ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم واجعله ممن يشرب من حوضه المحمود، واجعله ممن ينظر إلى وجهك الكريم على منابر من نور مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إن أهل البحرين يشهدون له بمحبة، يشهدون له بالمحبة ويشهدون له يا رب ويشفعون عندك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فشفعهم فيه يا رب العالمين، اللهم ربنا رب الأرباب آنس وحدته في قبره، اللهم آنس وحدته في قبره، اللهم آنس وحدته في قبره يا رب العالمين، اللهم يا واسع المغفرة، اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء أنزل عليه شآبيب رحماتك يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وأنزل على أهله وذويه وأهل البحرين الصبر والسلوان، اللهم ألهمهم الصبر والسلوان وأنزل عليهم سكينتك يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين.